افتكر ان فايلر عنده اريحيه كتير قوي عن الانديه كلها، ان هو يقدر عنده فارق النقاط. وانت كابتن مهيب كنت بتتكلم على جدول الدوري، النادي الاهلي متفوق عن فرق جميع كبير. الانديه بفرق كبير قوي. يعني هي المشكله في النادي الاهلي في الوقت الحالي ان هو ما بي ممكن بيفكر طبعا في الدوري، ولكن التفكير الاكبر لمباريات افريقيا. فالاعداد الدوري هيبقى اعداد، يعني هو عمل مباراه سموحه لاعداد الدوري، والدوري هيبقى اعداد لبطوله افريقيا. تمام. فافتكر انه بدايه موفقه انه يلعب مع فرقه سموحه، فرقه كبيره يقدر يجاروه في اللياقه البدنيه. وهو الفكره من اي مباراه وديه في الوقت ده مش النواحي المكسب والخساره قد ما هي انك انت عايز تقف على مستوى لعيبتك البدني والفني. طيب، هل امكانيات بادجي تتناسق او تتناسب مع النادي الاهلي باسمه؟ بص، انا يمكن بادجي لسه ما اختبرش الاختبار الكبير، ولكن اقدر اقول لك انه امكانياته فيما بعد هتوافق النادي الاهلي. يعني فيما انت بعد عارف امتى؟ انه يعني في السنه لعيبه الجايه كتير يعني قوي، يعني من افضل الفراوده اللي جم على تاريخ النادي الاهلي من المحترفين كان فيلافيو. قعد قعد سنه بس، سنه دي في حاجه الهدف، يعني كان حاله اداؤه خاصه. مش متميز، وفي اخر السنه حتى لو فاكر الجون اللي جابه الوحيد اللي في بقفاه. الدوري السنه ده اللي جابه في المحله وخبطت في دماغه ودخلت. فانا عايز اقول لك انه بادجي ممكن يجي قدام، ولكن في الوقت الحالي افتكر انه لسه ما وصلش لمستوى النادي الاهلي. طيب، هل حضرتك مع بقاء ازارو ولا اعارته او رحيله او بيعه؟ كابتن عادل، ايوه معاك، مع كابتن بقاء معاك. ازارو ولا رحيله ولا اعارته مرة اخرى؟ سمعتني؟ انا سمعتك ان مع بقاء ازارو ولا ولا رحيله. انا افتكر ان الكلام ده بيد فايلر لوحده، لانه هو اللي حاسس وعارف امكانيات فرقته. بس تمام. انا اقول لك حاجه من خبرتي في فايلر. فايلر ما بيحبش الفرود المتحرك قوي، هو بيحب الفرود الثابت، زي ما كان بيعوض وازارو موجود كان بيعوض الفرقه باجاييه بيلعب راس حربه. اجاييه مش راس حربه متحرك، ولكن اجاييه من اللعيبه اللي بيعرف يحتفظ بالكوره ويطلع الناس اللي جايه. ففايلر بيعتمد على اللعب من نص الملعب وتكمله اللعيبه من نص الملعب. تمام. فازارو افتكر ان في ايد فايلر يعني هو اللي يقدر يقول ازارو احتياجه ليه ولا لا. ازارو ولكن من وجهه نظري لو جبت ازارو واجاييه اقدر اقول لك ان ازارو كفته ترجح شويه، لان ازارو عنده خبرات بالدوري المصري ولعب كتير، مش محتاج الحته بتاعت الاندماج اللي هو بادجي عايزه. طيب، فازارو رجوعه لو بادجي مش موجود افتكر انه يبقى مفيد. طب